مساء الخير. في مصر الوضع سيء جدا. انا برد على عمرو اديب ان هو بيقول ان هو الناس هتقعد تطوعا. انا شايفه ان ده مش هيحصل، والا كان حصل في ايطاليا وكان حصل في امريكا وكان حصل في دول العالم. ده مش هيحصل. لازم الوالي والحاكم ورئيس الدولة يتحرك، ويتحرك بقوة زي ما هم متحركين وعاملين شغل مشكورين عليه جيد جدا. بعض الأهالي نفسها مش بتقدر على أولادها اللي في الجامعة، وبياخدوا العربيات وبيخرجوا بيتجمعوا مع بعض في أماكن. فحضرتك احنا مش هينفع ابدا يا عمرو ان احنا نناشد الناس والله بالذوق ارجوكم لو سمحتم عشان خاطرنا. لا، لما بيكون عندك ابنك وما بيسمعش الكلام بتضطر تستعمل معاه اسلوب قوة او قسوة شوية. فاحنا بقى لازم فرض حظر التجول بقوة، اللي مش عاجبه يتاخد يترمي بقى في العزل، لان كده يعني هي انت المركب هتغرق. وطب وانت هتغرقنا كلنا ليه بعد الشر زي ايطاليا؟ ويوصل للحال لأن الناس بعد كده مش عارفة تجيب قوت يومها. فطبعا ده مش كلام مظبوط ومش كلام صح خالص. احنا ما زلنا جوه المعركة والمعركة ما خلصتش لسه. بعده انت اوريدي مش شايفه، فاحنا مش هنلتزم وما نضحكش على نفسنا. اماكن كتير مش ملتزمين والشباب مازال بيخرج والناس برضو خارجة والناس فاتحة محلات الاكسسوارز. فلو سمحتم بقى يعني كده ايه، الدولة تتحرك بخطوات واسعة. وانا بناشد رئيس الوزراء وبناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناشد القنوات كلها ان هي تحرك والاعلام يحرك الدولة لقبضة من حديد. يعني اخبط بقى كده يدك عليهم لكي نعبر من العاصفة. ده عاصفة وتيار قاتل، مش بنهرج. دي قاتلة، حاجة قاتلة. يعني انت النهاردة مش هتموت نفسك، ده انت ممكن تموت وتموت أسرة معاك وتموت ناس كتير. فانت حر في نفسك، انت هتموت غرفة داهية، غرفة 60 داهية. لكن ما تنزلش وتلوث مكان وغيرك يروح لضرورة قصوى في مكان ماركت ولا حاجة يشتري تقوم تضر. لا، حضرتك بقى اعرف لنا مين هينزل ونازل ليه، وحظر التجوال والحاجات للأهمية، والجيش يوفر بعض السلع إذا كان في خدمة زي الصيدليات اللي هي 16، الخدمات اللي هي صيدليات الجيش والحاجات الحلوة للجيش بيعملها. فياريت الجيش يوفر ده إذا كان في إمكانية توفير بعض السلع للأسر، إن كان بالمقابل أو بدون المقابل على حسب الإحصائية اللي هم عاملينها للناس الغلابة. فلو سمحت، لو سمحت، أنا بكرر تاني، كل الناس تتنيل على عينها وتتلقح في بيوتها، لأن احنا كده بنغرق وماشيين في تيار منعطف جارف وانتوا مش حاسين. الناس لسه واخدة ها بعد الأسبوع ده ايه اللي هيحصل. لا، احنا مش هنستنى. انت امنع الناس يا سيادة الرئيس، وانا بقرر وبناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، امنع الناس من نزول الشوارع بالقوة الجبرية. محدش ينزل من بعد الساعة 5. حياة الناس مش لعبة. إيطاليا النهاردة بيموتوا مش لاقيين مدافن. مش هنستنى خراب ودمار أكتر من اللي احنا فيه. كفاية اقتصاد دولة دلوقتي بينهار، مش هتبقى زي ما بيقولوا موت وخراب ديار. كفاية قوي الخراب اللي احنا مستنينا، الخراب الاقتصادي للبلد رايحاله. يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناشد تاني السيد رئيس الوزراء، السادة الأفاضل المذيعين في الإعلام، كل الإعلام المصري، حركة وقوة أكتر من كده أرجوكم. الأسبوع ده والأسبوع اللي جاي لغاية ما الإحصائيات تبدأ تقول إن مصر أوريدي خفت وما عادش فيها الوباء ده. وأرجوكم وأرجوكم أناشدكم هاشتاج 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 للفيديو عشان يوصل بأسرع السرعة لكل المسؤولين في مصر. يا عمرو محدش هيسمع، يا عمرو محدش هيقعد، صدقني عمرو أديب فاكر إن الناس هتقعد، محدش قاعد. أرجوك يا سيادة الرئيس، أرجوك يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناشدك بناشدك بقلب أم، بناشدك بقلب أم خايفة على أولادها وأهلها. أرجوك، الكرة مش فاهمين، النجوع مش فاهمين، هم اصلا مدى ثقافتهم عن المرض مش واصله لهم، مش شايفين مدى المأساة. انا اخويا في ايطاليا وشايفه المأساة بعيني، باعت لي فيديوهات حال البلد يموت. يا جماعه يا جماعه صدقونا، اقتصاد اقتصاد ودوله وشعب بيموت.
أرجوك يا سيادة، يا سيادة الرئيس، أرجوك يا سيادة الرئيس تاني، الفيديو ده موجه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا ريت يوصل علشان يسمع صوتي وصوت كل المصريين اللي خايفين على أولادهم وأهاليهم وقاعدين في بيوتهم خايفين ومرعوبين، ويا رب سلم وعديها على خير يا رب، واحفظنا واحفظ بلدنا.